مرحله معينه على اشتراكهم في كاس عالم. نعم. فعملوا تخطيط، برضو انا بكلم حضرتك بقارنهم بالمانيا في توقيت. نعم. ما برضو طلعوا المنتخب الاولمبي، وحتى كان المنتخب الالماني سنه كبر ما كانش فيه بطولات. صحيح. فبالتالي هم خططوا المرحله مستقبليه ووصلوا لهذه المرحله. نعم. المغرب اشتغلت على دوت، وبعدين كمان حضرتك ان هم جلبوا طبعا خبرات عاليه جدا من النواحي التدريبيه في الانديه. انت حضرتك السلام عليكم الاصدقاء ديالي، مرحبا بكم في قناتكم وقناتنا يوسف الخبر. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اصدقائي في هذا الفيديو غادي تشوفوا الاعلام المصري خرج كيتكلم على مباراه النهائي بين الوداد وبين الاهلي اللي غتكون واحد المباراه جد قويه، وتكلموا يعني على القوه ديال الفريق الاهلي وفريق ديال الوداد والنقاط الضعف، وتكلموا على منتخب المغرب والنهج التكتيكي اللي تتاخذ اللي متاخذه يعني جامعه الكره المغربيه لكره القدم، يعني وهذا الشيء اللي وصل ليه المغرب في جميع المستويات ماشي جا غير هكاك، وانما كاين واحد الشغل وكاين واحد النهج. وقارنونا بالمانيا كما ان المانيا كانت دات واحد النهج تكتيكي يعني تخدمات عليه باش تطور من الكره الالمانيه، راه نفس الميثود غدا بها المغرب حتى هي. المغرب غادي به يعني هو التطوير، وحنا لاحظنا هذا التغيير هذا مؤخرا. الكره المغربيه ولا كيتضرب بها المثال، وتكلموا حتى على الكره يعني السعوديه المغربيه، والسعوديه غادي في واحد الاطار اللي هو جيد، وهما بغاو يتعلموا من هذا الشيء اللي وصل ليه المغرب، وتيقارنوا راسهم بالمغرب يعني تيتغناوا بالمغرب. وحنا كنشوفوا بان الاشقاء المصريين تيقولوها زوينه، المغرب ولا كلشي كيتكلم عليه، لا الاشقاء والدول الصديقه ولا حتى العدو، كلشي كيتكلم ايجابي وكلشي كيتكلم سلبي، ولكن الكل كيتكلم حيت المغرب خدام وما سوقش لهم، وخدام وغادي في طور الانجاز، وهذا هو السر ديال النجاح، الخدمه ثم الخدمه. اصدقائي غادي نخليكم تفرجوا في هذا الفيديو، ما تنساوش تخليوا الاراء ديالكم في التعليق، اللي ما مشتركش في القناه يشترك في القناه ويفعل زر الجرس، عجبكم هذا الفيديو كثروا لي من هذا اللايك باش يوصل لهذا الفيديو لكاع المغاربه انحاء العالم. نقول لكم اصدقائي فرجه ممتعه وتلقاو من بعد الفيديو البطوله واللقب ان شاء الله باذن الله. ولكن الوداد لا، الوداد اتحسن جدا. يمكن برضو في حاجه برضو وقع كده، ان الوداد اربع مدربين مسكوه هذا الموسم. صحيح. من بدايه الركراكي، لانهم اخذوا طبعا بطوله افريقيا الموسم اللي فات مع لعبهم ضد النادي الاهلي. نعم. فيمكن الوداد تفوق على النادي الاهلي سنه 2017 و2022 في الموسم. نعم. اللي هو اللي فات دوت. فطبعا تولى القياده الفنيه اربع مدربين، كان الحسين عموته ومهدي النفطي وجاريدو، وبعدين جاريدو اخر حاجه، وبعد كده الراجل البلجيكي فاندنبروك. بالظبط. بس لو حضرتك هتبصي على الراجل البلجيكي دوت، ما بقالوش يمكن حوالي اسبوعين. لكن في انضباط تكتيكي عالي جدا في الملعب، يعني يمكن حضرتك لما تشوفي من الماتش الاولاني كان في روح قتاليه واخد بال حضرتك، لكن كان سان داونز مطرود منه اثنين. أيوة. في المباراه الاولانيه اطرد منه اثنين، والماتش طبعا طلع تعادل. فالمباراه دي كان سان داونز يمكن كان كل الناس بتقوله الاقرب للفوز هو سان داونز. نعم. لكن بامانه مباراه امبارح لا، هتحسي ان الوداد بيلعب على ملعبه. نعم. حقيقي لعيبه محترمه جدا، لعيبه على اعلى مستوى، وكمان حارس المرمى بتاع، لان طبعا كان حارس المرمى المطيعي عمل مباراه ولا اروع، وكان في انضباط تكتيكي على اعلى مستوى، اللي كانوا بيعملوا الكومباكت في منتهى الجمال، كان في انتشار عرضي هايل، الكرات العرضيه استفادوا بيها. وبعدين حضرتك طبعا كان ماتش سان داونز يمكن كان متفوق الى حد ما، كان عايز يعني عارف يخترق من العمق، ولكن كان المدرب البلجيكي كان قافل العمق تماما. نعم صحيح. فلعبوا هو نفسه كابتن قال ان احنا استخدمنا سلاحين امام سان داونز، تضييق المساحات في وسط الملعب في الشوط الاول، وفي الشوط الثاني مفاجاه سان داونز، لان هم بدنيا كويسين. نعم. لان الوداد كانوا بدنيا كويسين، فبالتالي قدروا يقفوا على رجليهم لاخر لحظه في المباراه. بعدين المباراه كانت ماشيه حضرتك ان سان داونز هو اللي بيتقدم، الوداد بيتعادل، سان داونز. صحيح. لان حضرتك ده في ثلاث اجوان جم اعتقد في الست سبع دقائق. صحيح. اهداف المباراه، اول هدف زواني لسان داونز في الدقيقه 51 من اللقاء، تعادل ايوب العملود للوداد في الدقيقه 72. صحيح. ثم شالو ليلي بيحرز الهدف الثاني لسان داونز في الدقيقه 79، قبل ان يحرز مافالا في الدقيقه 83 بالخطا في مرمى من فاول.
صحيح الكره ثابته كانت اتلعبت بالعرض طبعا كان هدف الوداد الثاني فدخله طبعا كان وضعه تشريحي خطا فحرزها في نفسه فبالتالي انتهت المباراه 2-2 لكن الوداد لا يستحق ان هو يوصل للنهائي يستحق ان هو يلعب النادي الاهلي فرقه منضبطه تكتيكيا وخبراتهم خبراتهم يمكن لعيبه سان داونز شباب وفي حيويه لكن هم عندهم خبرات عاليه جدا نادي الوداد قدر ان هو يحصد المكسب ويوصل للنهائي علشان نلعب ضد النادي الاهلي طبعا النادي الاهلي طبعا حضرتك المباراه تتلعب كانت الاول هتتلعب مباراه واحده ولكن الاتحاد الافريقي قال لي برضه ذهاب بالظبط ذهاب واياب فطبعا هيلعب يوم 4 ويوم 11 مباراه الذهاب على استاد القاهره على استاد القاهره ويوم 11 في المغرب في المغرب ان شاء الله ان شاء الله الوداد اصبح اول نادي يوقف مسيره سان داونز في النسخه الحاليه من بالزبط. دوري ابطال افريقيا في رايك برضو عشان سان داونز كان بعض الخبراء بيرشحوه كاول مرشح للفوز بدوري ابطال افريقيا ايه اللي قدمه سان داونز في دوري ابطال افريقيا هذا الموسم لا طبعا سان داونز فرقه تقيله وفرقه محترمه جدا وبعدين كمان يمكن المسيره الرياضيه بتاعتها او المسيره المباريات اللي هي قضيتها في البطولات الافريقيه نعم. لا كانت بتوح انها فعلا توصل للنهائي يمكن كلنا كمتوقعين كرياضيين وصول سان داونز نعم. على انه عنده خبرات عنده لعيبه على اعلى مستوى عنده سرعات عاليه جدا عنده مهارات على اعلى مستوى بيلعبوا اللي هي ال1 2 وال1 3 بسرعات عاليه جدا بيصوبوا في المرمى ولكن اللي عندهم المشكله اعتقد في المشكله الرئيسيه قلبي الدفاع هي دي المشكله اللي لو حضرتك تتفرج على ماتش امبارح ان كان في بعض الفرص بالسرعات يمكن اونجن كان في سرعات ولا نزل حميد او حميد احداد لا. حميد احداد او اونجن لكن لا كان في فعلا كان في سرعات عاليه جدا لان قلب الدفاع كان بيتميز بالبطء الى حد ما فهو ده بالتالي ان يعني دي بس المشكله اللي فيهم لكن عندهم نص ملعب على اعلى مستوى عندهم مهاجمين على اعلى مستوى لكن انا بقول لحضرتك الراجل لعب باسلوب فني عالي جدا يعني هو الشوط الاولاني دافع وقرب خطوطه وكان قافل نص ملعبه في الشوط الثاني ضغط الى حد ما لان هم عملوا جهد عالي جدا خلال الشوط الاولاني فبالتالي الراجل قدر يعني هو يتفوق والاستراتيجيه بتاعته او فكره الفني فعلا تفوق على مدرب سان داونز وقدر يحصد الاثنين اللي هو الجولين اللي نعم. هي وصلته للنهائي عشان يلعب النادي الاهلي مع ان موكوينا يعني برضو المدير الفني لسان داونز قدم فكره عالي خلال البطوله طبعا. لكن هل شخصيه البطل اللي هي اللي بتحكم يعني سان داونز صحيح بيوصل ووصل لمراحل متقدمه لكن هل في شخصيه البطل او البطوله تذهب لفريق معين لازم يكون عنده مواصفات معينه طبعا الخبرات مهمه جدا يعني عايز اقول لحضرتك على حاجه احنا كنا دايما بنقول فرقه ريال مدريد من الفرق انها بتوصل للنهائيات سهله يعني لان فرقه تيم منضبط عنده خبرات عاليه جدا بيعرفوا يجيبوا الجيم يعني بيعرفوا يمشوا في الجيم او يقسموا الجيم نعم. على مدار ال 90 دقيقه على اساس انهم يوصلوا الهدف بتاعهم لولا الدروب اللي حصل في ماتش السيتي فبالتالي برضو سان داونز خد بالك من الفرق الثقيله جدا اللي ليها باع فعلا في افريقيا لان هم فعلا بيقدروا يوصلوا بيقدروا بس هي عندهم المشكله في خط الدفاع هي دي اللي فارقه شويه صحيح اللي بنتكلم عليه هنا برضو سواء النادي الاهلي او نادي الزمالك النادي الاهلي يمكن كان من فتره الـ 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 الاداء ما كانش راقي او مش اداء التيم النادي الاهلي لكن النادي الاهلي ابتدي يتسحب صحيح اول ما بيعدي وبعدين برضه النادي الاهلي دخل في المشكله بتاعت الهلال صحيح انت واخد بالك يعني كان هيبقى بعيد سنه حسم موقفه في اخر مباراه في الجوله السادسه من دور المجموعات لكن النادي الاهلي لما بيخش في البطولات يعني في الادوار النهائيه لا النادي الاهلي بيعرف يوصل للنهائي بيعرف يحصد بطوله دي نتيجه خبرات عاليه جدا نعم. نتيجه يعني عايز اقول ايه احنا باللغه بتاعتنا بالكوره ان اللعيبه متودكه انها تلعب المباراه الثقيله نعم. فبالتالي بتقدر توصل للهدف بتاعها فلا سان داونز بنفس القيمه نعم. يعني والوداد بنفس القيمه الترجي بنفس القيمه نعم. في انديه حضرتك الزمالك فالانديه دي لا بتعرف توصل للنهائيات بتعرف تاخد بطولات لان بما تتميز طبعا بخبرات عاليه جدا بما تميز انها بتقدر توصل للجول بتقدر لو جابت الجول بتحافظ عليه او لو جابت جول بتجيب جول تاني نعم. فلا طبعا من الفرق التقيله طبعا اللي انا قلت لحضرتك عليها سواء سان داونز او نادي الاهلي او نادي الزمالك او الترجي
او الوداد من الفرق الثقيله اللي عندها خبرات عاليه جدا بتقدر توصل لنهائيات وتحصد بطولات يعني. نعم، واضح ان الكره المغربيه بقت يعني في السنوات الاخيره على كل الاصعده فرق انديه او منتخبات تتصف بالانضباط التكتيكي. طبعا عايز اشرح من خلال حضرتك للساده المشاهدين يعني ايه فريق منضبط تكتيكيا، وعلشان الفريق يبقى في الحاله دي بيلزم له ايه؟ في اهم حاجه ان المغرب عملت نهضه. نعم. نهضه كرويه عاليه جدا بتخطيط، يعني سواء من الاتحاد فوق اللي هو صحيح. اللي هو بعض الـ الاسماء في الرخصه ايه. نعم. واخد بال حضرتك جدا. قدروا كمان ان اللعيبه يعني حتى جابوا مدربين سواء في الانديه، انا بتكلم على الانديه. نعم. لان الركراكي كان ماسك الوداد بعد كده مسك منتخب المغرب. صحيح. ففعلا عملوا نهضه غير عاديه بالتخطيط وباسلوب علمي. لما جابوا الركراكي صبروا عليه، جابوا اللعيبه دعموهم على اعلى مستوى، عملوا خطه فنيه عاليه جدا ابتدوا يشتغلوا بيها. ابتدوا كمان حضرتك احنا لما نيجي نبص المباريات اللي لعبوها الوديه مع البرازيل مع فرق عاليه جدا. صحيح. على اساس ان هم يوصلوا لمرحله معينه على اشتراكهم في كاس عالم. نعم. فعملوا تخطيط. انا بكلم حضرتك بقارنهم بالمانيا في توقيت. نعم. ما برضو طلعوا المنتخب الاولمبي، وحتى كان المنتخب الالماني سنه كبر ما كانش فيه بطولات. صحيح. فبالتالي هم خططوا لمرحله مستقبليه ووصلوا لهذه المرحله. نعم. المغرب اشتغلت على دوت. وبعدين كمان حضرتك ان هم جلبوا طبعا خبرات عاليه جدا من النواحي التدريبيه في الانديه. انت حضرتك الفتره اللي كانت عظيمه عندنا في مصر ايام مستر مانويل جوزيه. نعم. تمام. كان المنتخب كابتن حسن شحاته طبعا على الاهلي. نعم. 2006 و2000 حضرتك. فهم فعلا ففي تكوين صح، في استراتيجيه صح من الام اللي هو الاتحاد المغربي، وبعدين في شغل صح من الانديه. طب بالظبط. تمام. وبعدين كمان في دوري قوي. نعم. فبيوصلك لمرحله عاليه جدا غير عدد المحترفين اللي بره طبعا ما ننساهوش. لا ما هو ليه بقى؟ لان الاتحادات عامله يعني ايه، عامله بريوريتي للانديه على سن في بتصدر للخارج. نعم. فبالتالي بتلاقي اللعيبه دي على اعلى مستوى لما بتيجي في المنتخب. صحيح. بتعمل على مستوى عالي جدا. احنا عندنا في الى حد ما عندنا برضو يعني ابتدت ناس بتحترف طبعا، فخر العرب، محمد صلاح، مرموش، النني، تريزيجيه، مصطفى محمد. صحيح. لا يعني بس المفروض لازم اتحاد الكوره يفتح الحته دي هتعود على المنتخب. لكن منتخب المغرب يمكن حضرتك شفناه في كاس العالم عمل مباريات على اعلى مستوى لان كان في تخطيط جيد، في اداره فنيه على اعلى مستوى. كمان عملوا باور وسبورت وديفلوبمنت للمدير الفني. المدير الفني الركراكي للكوادر الفنيه وبعدين وصبروا معاهم وعملوا باور وسبورت ليهم. نعم. واشتغلوا على اعلى مستوى فوصلوا بهذه النتيجه. اتمنى ان اتحاد الكوره يعمل النواحي التدريبيه ديت. يمكن سمعنا ان دخلوا بعض الـ الاسماء في الرخصه ايه. نعم. واخد بال حضرتك؟ بس بعد كده هتحصل. احنا بنيجي فتره بنقوم عارف حضرتك لما تيجي مثلا بالونه تقوم نفخها جامد قوي تقوم مفرقعه في وشنا. لكن المفروض لكن المفروض يعني انا عملت حاجه لازم احافظ عليها. نعم. وانميها واعمل عليها تطوير عالي جدا عشان ارتقي بالكره المصريه. لكن طبعا المغرب في نهضه كبيره جدا، واعتقد ان انديه المغرب يمكن حضرتك لما تيجي تلاحظي دلوقتي بتحصد بطولات. نعم. منتخب المغرب مصنف. نعم. واللعب كاس عالم. صحيح. يمكن والسعوديه برضو نفس المستوى. نعم. يعني برضو انت حضرتك ده سمعنا كريستيانو راح هناك، ميسي عايز يروح نادي الهلال. نعم. بوسكاس خد بالك هيبطل هيروح هناك. نعم. مودريتش احنا بنسمع طبعا. والمدربين في الانديه طبعا بيختاروهم على قدر كبير زيكم، بيستوردوا. نعم. العقول. نعم. يعني السعوديه او المغرب بيستوردوا العقول اللي هي ابتدت من تطوير العقول العاليه دي. حضرتك خد بالك بيشتغل معاها بعض الناس اللي هم من الجنسيه سواء سعوديه او مغربيه. نعم. فبيعملوا تطوير عالي جدا، بالتالي بيقدروا هم اللي يتحملوا المسؤوليه. نعم. اتمنى طبعا التخطيط دوت يكون موجود عندنا في مصر، اللي ده بيرتقي بالكره المصريه، بيوصلنا. نعم. لمستويات عاليه جدا. اتمنى ان احنا فعلا يعني زي ما بنشوف المغرب بتشتغل، مصر باع كبير
في الكرة الأفريقية. نعم. فأتمنى إن شاء الله التطوير في الكرة المصرية. صحيح. الوداد المغربي امبارح دفع سان داونز لارتكاب أخطاء كبيرة خاصة على مستوى الدفاع وعلى مستوى الوسط، رغم أنه عدد الهجمات أو عدد وصول الوداد لمرمى المنافس ما كانش عدد كبير، يعني وصل إيه 3-4 مرات مثلا. بس المحصلة إيه بالظبط. لكن النهاردة لما بتكلم على فريق بيدفع فريق لارتكاب الأخطاء، وإحنا مقبلين على مباراة النهائي الأهلي والوداد، النهاردة الأهلي محتاج إيه أمام الوداد المغربي في النهائي في رأيك كابتن؟ بص حضرتك، الماتش بينقسم نصين، 50% هنا و50% هناك. نعم. الماتش الأولاني هنا والماتش الثاني يوم 11 في المغرب. النادي الأهلي يعني إن شاء الله قادر على دوت يعني. لو ربنا كرم النادي الأهلي هنا إن شاء الله لأن النادي الأهلي يمكن في الفترات الأخيرة وشفناه في ماتش الترجي سواء الذهاب أو العودة، لا النادي الأهلي ارتقى تماما جدا فنيا. معظم اللعيبة جت. يعني دلوقتي حضرتك يعني اي لعيب بيلعب بيأدي بدور على اعلى مستوى. مستر كولر فعلا عمل تيم على اعلى مستوى، عمل بدلاء على اعلى مستوى. تحس ان عمل تيم على اعلى مستوى ولا هو فهم افريقيا بصوره اكبر من ساعه وصوله؟ ما انا عايز انا فاهم افريقيا. نعم. بس مش محضر الفرقه بتاعتي. نعم. فبالتالي مش هوصل للمحصله بتاعتي. لكن هقول للراجل لا، جاب اللعيبه كلها المحصله الفنيه من كل لعيب. نعم. يعني دلوقتي منه احسن حاجه طبعا يعني. والنادي الاهلي دلوقتي يمكن سمعنا يمكن المدرب الوداد قال لك ان النادي الاهلي بيمتلك من احسن خط وسط في افريقيا. نعم. ده صحيح. دي حقيقه. صحيح. فبالتالي هو خط الوسط هو همزه الوصل بين المدافعين والمهاجمين. نعم. فبالتالي لا، ده ايه، ده عمل فني على اعلى مستوى. انت حضرتك لما تيجي تشوف الشحات بيرسي تاو، هل ده بيرسي تاو اللي كان قبل كده من سنتين؟ لا طبعا، لان الراجل يعني ريحه كويس قوي، النواحي التدريبيه بتاعته، الاستشفاء بتاعته، الاصابه فوصلته لاعلى مرحله. كهربا. نعم. محمد شريف، لا المجموعه كلها يعني. ده بيكتو موسيماني اللي هو اصلا جايب بيرسي تاو ما عرفش يطلع منه ده، علشان حضرتك كان في ماتشات كتير تلاحم مباريات وهو اصلا البنيه بتاعته مش قويه. حتى المدرب بتاعهم في جنوب افريقيا قال له لا انت عايز فتره طويله جدا انك لان القوه. فبالتالي الراجل ابتدى يشتغل عليه صح في النواحي التدريبيه في الراحه، وصله لاعلى مرحله فنيه. نعم. حسين الشحات ما شاء الله دلوقتي يعني من الهدافين، من اللعيبه اللي على اعلى مستوى. صحيح. كهربا، حمدي فتحي، مروان عطيه، حضرتك مروان عطيه، محمد عبد المنعم، محمد هاني، لا تيم النادي الاهلي بقى متكامل حقيقي يعني. وبعدين حضرتك دلوقتي ايه، الراجل بيعمل روتيشن، الروتيشن ده ما بتحسيش. لا ما بتحسيش بفروق في المستوى. نعم. فبالتالي جاب حوالي 20 او 22 لعيب في مستوى واحد، غير لما يبقى مثلا 14 جاهز او 15 جاهز. وبعدين حضرتك كمان الراجل فكر صح. يمكن المباراه اللي لعبها في الترجي هناك كان في حوالي 5-6 ايام للمباراه الثانيه بتاعه الترجي، فبالتالي في فتره راحه في مرحله استشفائيه، فلعب برضو بالسكواد الاساسي بتاعه. لكن لو كان فرق يومين ثلاثه لا طبعا اكيد هيعمل روتيشن. نعم. لكن عشان في فتره زمنيه وداهم راحه 48 ساعه في الاول كمان، يعني راحه يومين في الاسبوع اللي هو في نفس الاسبوع اللي فيه المباراتين. عارف حضرتك اقول لحضرتك على حاجه كويسه جدا في النواحي التدريبيه، الاستشفاء وحده تدريبيه، يعني استشفى اللعيب. صحيح. دي وحده تدريبيه، لان كل اجهزه الجسم لما بتستريح الجهاز العصبي طبعا تحديد طبعا رياضيه طبعا كبيره، فالاستشفى كمان الجهاز العصبي والجهاز العضلي طول ما بتدي لهم راحه خبر عادي وبيشتغل تاني، لان في طاقه مخزونه. صحيح. واخد بالك، فبالتالي ريفرش هتقدري تفكري. انت لما تيجي اتفرجت على ماتش النادي الاهلي مع الترجي لا تحس ان اللعيبه في انسيابيه في الاداء، في تمرين اللي هنا ولا اللي هناك، اللي هنا اللي هنا في انسيابيه في الاداء، في راحه في الفكر، في تحضير صح. فبالتالي الراحه اللعيب يعني ذهنيا صافي، فبالتالي الاشاره بتيجي صح، واخد بال حضرتك، للمناطق العضليه بتاعته في التمرير في التصويب في التحرك. فبالتالي خد بالك لا النادي الاهلي قدم مباراه عاليه جدا، فالراحه
هي وحدة تدريبية. نعم. فبالتالي طبعا الراجل وصل لمرحلة عالية جدا مستر كولر، لا أدى أداء عالي جدا فعلا، وفعلا الراجل يعني بصراحة يعني كلنا نرفع له القبعة بأدائه المتميز بوجود عدد كبير من سكواد النادي الأهلي. لو أي حد من تيم النادي الأهلي ريح مش هتحسي بتقصير في الأداء. صح. ودي ترجع طبعا للناحية الفنية بتاع النادي الأهلي. صحيح. وسهلا أصدقائي، مرحبا بكم في قناتكم مرة ثانية، قناتكم يوسف الخبر. كنتمنى من هذا الفيديو أنه يكون الإعجاب لكم، وكيف ما شفتوا الإعلام المصري يتغنى بالمغرب وإنجازات المغرب والمنتخب المغربي وفريق الوداد. المغرب ولا واحد يعني واحد القوة في كرة القدم، اللي هي ماشي غير قوة صاعدة، حين الأمجاد اللي كانوا عندنا في 98 وفي 86. كنتمنى من هذا الفيديو أصدقائي أنه يكون الإعجاب ديالكم. خوتي الأعزاء، تنهنى نقول لكم تلقوا فيديو جديد في موضوع جديد، والسلام عليكم.